السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو عاجل من محافظة البصرة. محافظة البصرة تعطل الدوام الرسمي غدا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتستثني مديريتي التربية والصحة. طبعا محافظة البصرة تعطل الدوام الرسمي باتشر لأن بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لأن الطلاب الصف السادس الإعداد الأدبي عندهم امتحان، فما عندهم عطلة، لأن المحافظات كلها تمتحن باتشر الأدبي. فهي دا تقول محافظة البصرة تستثني مديريتي التربية والصحة، يعني التربية والصحة ما عندهم عطلة، يعني باتشر عندهم دوام للامتحان السادس الإعدادي الأدبي. فعطلت الدوام باتشر محافظة البصرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ومثل ما قلت لكم الصف السادس الإعدادي الأدبي عندهم امتحان، ما تعطل، يعني عادي يروحون يستمرون بامتحاناتهم.